السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاين. قبل نبداو ما تنساوش عطونا جيم وتفعيل الجرس. المهم اليوم، وان النصر يفوز على الأخدود بصعوبة ويؤجل تتويج الهلال بالدوري روشان السعودي. يعني هي شوف هي حين نقولوا باللي صعيب، بصح شحال باقي؟ باقي كات ماتش. نقولوا هذا يخسر دو ماتش، الهلال يخسر دو ماتش والنصر يربح دو ماتش، 12 نقطة بعيد عليه ب 12. كون باغي يدلكو بيناتهم سي بوا بالاك نقولوا باللي صعيبة ولا صعيبة. وزيد الهلال محتاج نقطة واحدة برك، 13 نقطة كمل معاك، خاصو نقطة برك، خاصو نقطة من هذو كات ماتش لهم باقيين، خاصو نقطة. هذا مكان هي استايلة سوسباس مليح، يعني سوسباس تفاعل جماهير منا مليحة، بصح حسابيا كي تبقى تحسب فيها كات ماتش هذاك هارب بستة وهذاك خاصو نقطة. الهلال خاصته نقطة واحدة برك، هذا وين حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوز صعب وقاتل على مستضيفيه الأخدود بثلاث أهداف مقابل هدفين مساء يوم الخميس ضمن منافسة الجولة 31 من مسابقة دور روشان السعودي للمحترفين 2023-2024. وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى النقطة 77 في المركز الثاني بجدول الترتيب دوري، يعني الروشان السعودي على بعد 9 نقاط من الهلال المتصدر، والذي يجب عليه الانتظار حتى مباراته في نفس الجولة أمام نادي الحزم مساء السبت القادم للتتويج باللقب رسميا. يعني خاصة يربح صحيح يربح نقطة. النصر سيطر على الكرة بالكامل في الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول حتى جاءت الدقيقة 7 عندما استغل متوسط ميدان الكرواتي مارسيلو خطأ من الدفاع الأخدود. مباراة وين دفع الأخدود قام بخطأ وين الدفاع الأخدود قام بخطأ في إبعاد الكرة لتصل إلى المتوسط الميدان النصراوي علي حسن، والذي مرر إلى زميله ليقوم النجم الكرواتي بتسديدة صاروخية من حدود منطقة الكاريدي زويت إلى داخل الشباك، معلن عن تقدم فريقه بهدف مقابل لا شيء. يعني والضغط النصر تواصل بعد الهدف، وهو ما أسفر عن خطأ جديد من دفاعات الأخدود استغلها حسن أيضا، والذي ابتكى الكرة قبل أن يمرر إلى زميله الأسطورة كريستيانو ليسكنها الأخير بكل ارتياحية داخل شباك مضاعف النتيجة. صورة خرج على الماركا أو بيناتهم بنت واحد ضربك تخاف يحطم لها رقم قياسي تاعو. أيوا، وقبل انقضاء النصف ساعة الأولى كاد الفريق النصراوي أن يسجل الثالث بعد تمريرة سحرية من جناح السنغالي سايدو ماني إلى زميله أيمن يحيى، والذي أهدر الفرصة محققة وهو وجه لوجه أمام الحارس الأخدود. نخش على فايدة المغربي عبد الرزاق، الرقم القياسي تاعو راه مهدد أمام كريستيانو. ويلا الحق غادي يفوته بركا، غادي يفوته. صعيبة عليهم صعيبة عليهم صعيبة عليهم. كريستيانو غادي يضربك شعاك يعني لاني لاني الاخر 35 وقيله ولا راه في 33 بند راه فايت ضربك بند. عبد الرزاق الحمد لله راه فايت كريستيانو بند، الهدف الهداف التاريخي في كرة في البطولة تاع روشان السعودي هو عبد الرزاق الحمد لله مي كان يلعب مع الهلال، ماركا وقيله 35 بند في عام، وكريستيانو راه لاحقه
لحقا وقيلا بنت بيناتهم ومازال كيما كيما هكا كريستيانو مازالو 3 ماتش مازال 3 ماتش هذه هي وفي الربع الساعة الأخير من عمر الشوط الأول تراجع أداء النصر نسبيا مع بدء يعني تحرك لاعبي الفريق المنافس بشكل أفضل داخل المستطيل الأخضر. الشوط الثاني من مباراة أخدود والنصر من مثل الشوط الأول بدأ نادي النصر النصف الثاني من المباراة بقوة كبيرة لغاية إهدار فرصتين خطيرتين للغاية لزيادة يعني زيادة النتيجة عن طريق كريستيانو وماني والتي ارتطمت كرته في العارضة. وهذه الفرصة الضائعة فرص الضائعة زادت من حماس نجوم الأخدود الذين اندفعوا للهجوم ليسجلوا الهدف تقليص الفرق في الدقيقة 60 بواسطة نجمه حسن الحبيب. ولم يكتفي الأخدود بذلك حيث وصلوا هجومهم لتسجيل التعادل وهو ما حدث بالفعل عن طريق النيجيري صافور يعني الذي استغل خطأ فادح من الثنائي الدفاعي لنادي النصر الإسباني إيميليك لابورت وعبد الإله عماري ليسكن الكرة داخل الشباك. وبعدما أدرك التعادل سيطر الأخدود على مجريات اللعب بكامل وأهدر العديد من الفرص السهلة قبل أن يخطف يعني الهدف يعني الثالث القاتل الذي منح النصر نقاط الثلاثة. وإن كان باين بلي غادي يخسروه ماشي باين بلي خسروا شو ضيع أهداف تلقى أهداف ضيع أهداف تلقى أهداف خويا. بصح منعوا لا يا شو لا شو بير مازال الأهلي يا ودي لا الهلال سايكا الهلال عنده ماتش نهار السبت يربح سايك يدير ماتش لين سايكا ماتش لين محتاج نقطة هو بركة ناس غلطة محتاج نقطة برك خويا الهلال محتاج نقطة برك هذا مكان بس كان غلط يقول لك لا من عندها نقطة برك نقطة انا اقول لك غادي يجيب كريستيانو صاحب 39 عام يعني الفريق الحالي لتعاقد مع احد زملائه الذين لعب بصحبته 3 مواسم في صفوف ريال مدريد وان حقق الثنائي خلال عدد من الانجازات يعني غادي يجيبها كاسيميرو هو بيجيب كاسيميرو معاه ويجيبه إذا قالهم جيبوه يجيبه نقولكم إذا قالهم جيبوه يجيبوه يخدموا عليه أو دي تاو هادو كارحوا لعبوا كملوا الأخرين كيسموهم باير ليفركوزن ما خسرش باير ليفركوزن خويا ما خسرش والله ما خسر قوتي نسيت طير صاحبي وما سي إليميني باير ليفركوزن روما 2-2 كسمو إليميني روما إليميني دو روما إليميني خسروا غادي تما 3 تما شحال ايوي إليميني تأهل ايوا هادي يا خويا شو بير عاود سامع عوار ما لعبش وانا غادي نقول لك خويا المهم الرجال ربحت على ويرا الونسو اونترينر أموالك رجالة مشيت لك والو تغلط تطيح كاش كاش
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وتفعيل الجرس، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. سعيد وخاطي.